وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الناطق باسم قوة تأمين العاصمة السيد مهند معمر. سيد مهند أهلا بك، يعني ولو تحدثنا عن تفاصيل أكثر وآخر التطورات الميدانية لهذا اليوم. اليوم كان التحام رائع بين قوات الجنرال أسامة جويلي والقائد الميداني محمد الحصان ومجموعة من قوات حماية غريان والسرايا من الزاوية، قاموا بهجوم كاسح على منطقة السبيعة مما سبب في تقهقر العدو والتقدم بسرعة كبيرة، وستكون الوجهة الأخيرة هي مدينة ترهون المحتلة لتطهيرها من الدنس والأنجاف. نعم سيد مهند، يعني هل قمتم بحصار مدينة السبيعة وأخذها بالكامل؟ بالنسبة لمدينة السبيعة قمنا بالسيطرة عليها سيطرة تامة، سيطرنا على معهد السبيعة وكوبري السبيعة والرابش. نعم. والآن نمصف المكان من فلول الميليشيات. نعم. نعم. وبالنسبة للجدار الشمالي لمدينة ترهون اختل توازنه، ونكون بالتالي قد بدأنا بحصار المدينة لإخضاعها تحت شرعية الدولة المدنية، وتمهيدا منا لدخول المدينة من كل الاتجاهات لكي لا يفر من تلطخت أيديه بدماء الأبرياء، وستكون حاسمة وسنداوي فيها المدن التي ابتليت بوباء الكرامة. نعم سيد مهند، هل لديكم يعني حصيلة مبدئية للأسرى أو حتى القتلى والغنائم وكذلك الغنائم؟ بالنسبة للقتلى، قتلى لا يعد ولا يحصى، والأسرى 18 من أفراد الميليشيات. نعم، هل لديك أي إضافة تريد أن تضيفها سيد مهند؟ أوجه نداء لكل الأحرار بأن ينتفضوا على هؤلاء المتمردين، لأن هؤلاء هم من ساهموا في تدمير العاصمة. نعم، الناطق باسم قوة تأمين العاصمة السيد مهند معمر كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.